سفير احمد فضالي سفير مصر في جنوب افريقيا. خلينا نسمع اكتر ونعرف ردود الافعال هناك على انتقال موسيماني للنادي الاهلي. معالي السفير احمد الفضالي، مساء الخير واهلا وسهلا بيك على شاشه الاهلي. اهلا يا فندم، مساء الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. اهلا وسهلا. اعتقد انه يمكن بعد البوست او بعد الكلمه اللي قالها الرئيس الجنوب افريقي سيريل رامافوزا عن انتقال موسيماني للنادي الاهلي، وعن حقيقه يمكن يعني الشعبيه اللي بدات تكون جارفه في جنوب افريقيا والتواصل على مواقع النادي الاهلي مختلفه، يبدو ان ردود الافعال في جنوب افريقيا كبيره جدا، فيهمنا مع يعني في وجود حضرتك تنقل لنا اهم ردود الافعال في جنوب افريقيا على تعاقد موسيماني مع الاهلي. طبعا حضرتك، ردود الافعال بتختلف حسب بنتكلم على المستوى الشعبي او على المستوى الرسمي. بالنسبه للمستوى الشعبي، مشجعي النادي سان داونز طبعا ده نادي كبير جدا عريق جدا في جنوب افريقيا، وهم طبعا يعني عندهم حاله من قدر من الحزن برحيل مدربهم اللي كسبوا معه اكثر من بطوله لسنوات انه يرحل عنهم، حتى في رحيل مفاجئ ما كانش له مقدمات الحقيقه عندهم، ولكن خفف من هذا الامر الحديث بتاع اصلا التصريحات بتاعت موسيماني ذاته اللي هو قال ان هو يغادر الفريق لكن تحمل معه روح هذا الفريق عند ذهابه الى نادي الاهلي، وايضا خفف منها ايضا التشجيع اللي صدر عن رئيس هذا النادي اللي هو السيد باتريس موسيبي وهو من كبار رجال الاعمال، يمكن معروف هنا في جنوب افريقيا ان هو ايضا له شقيقه السيد الرئيس رامافوزا، وكلمات التشجيع له في موسيماني على ان يخطو خطوه جديده في مشواره الفني، باعتبار ان موسيماني نفسه قال انه في حديثه مع باتريس موسيبي ليس لديه جديد يقدمه بعد ذلك مع سان داونز، وان الاوان بان يخطو خطوه جديده في الاسواق. نضيف لده انه التصريح الذي صدر عن السيد الرئيس رامافوزا، وهذا التصريح ما كانش فقط بالمناسبه متعلق فقط بموسيماني، لكن ايضا بمناسبه انه نجاح جنوب افريقيا في تامين استضافتها ببطولة كأس العالم لتنس الطاولة عام 2023 في مدينة دربن. وهنا رسالة السيد الرئيس أهميتها في إعلاء قيمة الرياضة والرياضيين ودورهم في تطوير الشعوب. والرسالة دي اتكررت طبعا على أكثر من مستوى، سواء على مستوى النادي ذاته أو رئيس النادي، وأيضا على مستوي أنا كسفير لجمهورية مصر العربية في بريتوريا عندما تحدثت مع موسيماني طريقه الى قبل مغادرته جنوب افريقيا في طريقه الى القاهره، لانه اتكلمنا انه هذا الاختيار ده ترجمة عمليه في المجال الرياضي للي بيؤكد عليه دايما القاده الافارقه دوما من اهميه العمل، يكون في تبادل في الخبرات الافريقيه في كافه المجالات بما فيها الرياضه طبعا، واخذا في اعتبار المدير هو يعتبر اول مدرب او اول مدير فني افريقي للنادي الاهلي، وايضا اول مدرب جنوب افريقي في الدوري المصري. ممكن نقول ايه بالظبط يا فندم المكاسب السياسيه والرياضيه اللي تيجي لمصر وجنوب افريقيا من بعد خطوه انتقال موسيماني لتدريب النادي الاهلي النادي الاكبر في افريقيا؟ يعني طبعا اي مدرب او اي لاعب او اي رياضي بيكون له شعبيه كبيره في بلده لما بينتقل لبلد اخر ويحظى فيها بهذا القدر من التقدير والاحترام، الطريقه اللي تم بها استقبال موسيماني طبعا دي بيكون لها اثر سريع جدا في تفريق بين الشعوب. زي عندنا احنا في مصر مثلا معروف طبعا لاعب مثل محمد صلاح موجود في نادي ليفربول في بريطانيا، حضرتك في بريطانيا في اي وقت بتسالي عن محمد صلاح وفي افريقيا وايضا في اماكن اخرى في العالم يكون له صدى وتقدير.
بالمثل احنا نامل انه يعني استمرار هذا التحديث لهذا المدرب الكفء في مهمته ان هو يؤدي الى مزيد من تعزيز الاواصر والتدخل بين الدولتين، وعلى امل ان ده ما يتاثرش برضه باي نتيجه بقى تحصل في المباريات بعد كده يعني. صحيح صحيح، نتمنى ده طبعا. معالي السفير احمد الفضالي سفير مصر في جنوب افريقيا، خليني اسالك على يعني اذا كنت قدرت، احنا بنتكلم على 48 ساعه بس، يعني اعتقد انه في خلال 48 ساعه دول حصل فرق في شعبيه النادي الاهلي في دوله جنوب افريقيا، اذا كنت لمست حاجه سواء من خلال الصحف او من خلال حتى على المستوى الشعبي، يا ريت برضه نعرف من حضرتك. شعبيه النادي الاهلي يعني غنيه عن التعريف في افريقيا كلها، وحتى السيد الرئيس نفسه يعني رئيس الرافوزا يعني ذكر انه انه موسيماني رايح يبقى علم الكره في القاره الافريقيه، يعني ذكر في النص وهو سوف يرفع علم جنوب افريقيا وعلى الكرة القارية في هذا النادي العريق. صحيح. طيب احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا.